بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الإخوة والأخوات، وفرق اللواد وحلقة اللواد محاضرة أني أنا عنوانك وقرقني كشف القناع عن حقيقة جماعة الصادعون بالحق. حين صبرنا درسيني هراء حالي وسقاضني وفرق حالي تاريخ ذا فكر كان يقولي هاي يحكي وقصه بالوضي يوم راح يشوف صومري الصومالي يسيدو قصه قالي أما الصومالي ذا قصه قاري إيو قلدني ماشي كجا أبتر صدان فكر كاس تاريخي صوشي waxa u dambeeyay oo aynu ka hadlaynay bayaanka ay akhriyeen oo laba bayaan oo kala dambeeyay ah waxyaalaha uu xambaarsan yahay ayaynu bilownay waxaan tilmaanay waxa ugu horeeya la mulaahadeyn karo inay ka mid tahay inuu iska hor imaanayo oo isagoo kooban waraaqo kooban ah haddana afkaar iska hor imaanaysa inay ku jirto waana wax kasta oo aan xaq ahayn ayaa dabeecadiisu ay tahay inuu iska hor yimaado oo isburiyo. Haddaynu marka qodob baynu sheegnay qodobka labaad ku darno meelaha isburinaysa ee bayaanka ku yimid waxaa ka mid ah markay ka hadlayeen جماعات إسلامية هي موقف كأي كقبال أي واحد كيميت هذا الاسكهر ماني هذا الكاسي سيدر ويلا وحيليهن أو بيانك وليه إن منهجنا الذي بيناه يختلف مع مناهج الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة سواء تلك التي تتخذ العنف سبيلا للوصول إلى الحكم لإقامة الإسلام أو تلك التي تحاول الوصول للحكم من خلال المجالس النيابية أو غيرها من الأنشطة السياسية والاجتماعية أو تلك المنشغلة بالقضايا الجزئية والمخالفات الفرعية في حياة الناس غافلين عن غياب أصل التوحيد عن حياتهم. ماشي أو في الصدى عليه هاي منهج كنجة وعكد وين هاي جماعات ككل إسلامي كأه صاحة الشوقة أما هالنقطه مدة دجال كي كعن كهذا الك حكم كسيء وقعد أمرته سي الإسلام كويستجس أما مدة حكم كسيء وقعد أمرته إن أي قلياش برلمانك هي أنشطة سياسية اجتماعية إن باب كاس هلكا جدك وحكو الرادس أما هالنقطة جماعات كو مشغول سن الرمى جزئية حيالة إسكيرية هي مخالفات فرعية يعني سيوا وينين ونوش ضدك كمل جماعات كي ببركة الله وحيري أيغو أو موك إن توحيدك أسل كي سيئو كما قيها إنو لشوضو يهين وجماعاتك إسلامية أصل كي توحيدك نلشو دوا كما قيا. طيب قضبك هل كاقبتبك كذب واحد هان هذا القوسي وذو وحير كذب. وهذه الجماعات التي تعلن أنها قامت لإعلاء كلمة الله دون أن تلتزم بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل لها علينا حق الولاء العام للمسلمين. جماعات كاسي وحي نقوليهن ولها قود مسلمين تليه وإن كنا نعتقد خطأ مناهجها وعدم إمكانية تحقيق الهدف الذي تعلنه من خلال هذه المناهج وندعو لها بالتوفيق والرشاد
ونألم لما يؤلمها وما ولما تعانيه من اضطهاد وحرب من الجاهلين. وعليه جماعات كاس ولا نقوله ولها قود المسلمين تنقوله. طيب إن كسرنا اعتقاد سنة هاي شد كأي مرين منهج كي الطريق إنه كخلدين شد كأي مرين إنه إنه كحقي تنكر إنه وحي الصعدان واه إنه دين إلهي يحوم كشرع السعودية وحي لي ورد عيننا توفيق الرشاد إنه الله حنوني وتوفيق ضوافتين ورد عيننا وح حنوتشنا يوان لحن وصلنا لبات هذا يدقال كي جاهلية ذكو هيسو أيضنا وكحن وصلنا جماعات كاسي مركا وحين نقول إيهين ولها مسلمين تنقول إيه مسلمين توله أي سكولها أيام بين نقول إيه. طيب ما حد صومر تنمرك ما حد صومر ناي إن توحيد كأسل كيسي نلوش هذا كم قيا هذه حركات كان إيه جماعات كان توحيد كأسل كيسي نلوش هذا كم قيا سبب المسلمين كن نقدين ولا له سبب وليه مسلمين تقول يا شيخ توحيد كأسل كيسي وكم قيا وحي فائدين سبب معنى وقالوا بنك كلا وحيليهين وليه مسلمين تنقول إيه سكلا هتانو دهان مرنا وحيليهين وقالوا مرنا وحيليهين ومسلمين استصار مرك وهذا الاسكهر إيمانا مركلة وحاسكهر إيمانا يا جماعات كاسي أيليه وليها مسلمين تنقول إيهين تتك مسلمين تولا خاصة إسكوليه صوما أو إيمانك كيني روح الإسلام إيمان أو قشة ولا أوليها باتش وليه نوعها وحي أسوغين وجماعات كي أسوغين وحا كم ده تلك التي تحاول الوصول للحكم من خلال المجالس النيابية أو غيرها من الأنشطة السياسية والاجتماعية وحاكم إذا أرورد سي حكم كاي أقبتان أمرا برلمان نظر أمرا سيدك أرور كإخوان المسلمين كي يوحي لمن أرورد برلمان نظر قلا ودولدها برلمان كودي مجالس تشريع قلا وهل كا سيدا حكم ككرادية كواسي ولي نقولي طيب سؤال إيمان إيسا وحيته وحي أي مضحذي الدولدها كو قاليسية المحوية إيه شرعي إلهي وحان أهين بيد التشير شرعي إلهي وحان إلهي بيد حكومين جماعات كي أرنكا كولد حجرين ومسلمين شعبت مسلم كامحالو قاليسية بمعنى وحوية شرعي إلهي ما حكومي كوي بارلمانات كدت كدر صدي سيدا حب ككور رادين ينوحيلي ومسلمين وانا ولا لها نولي نقولي ومسلمين ولا نقولي سؤال شو واحد تايمر وحي آد نظام ككو قالي سيسين مجتمعات كان ككو قالي سيسين جماعة كل احتشرتاي ومسلمة ولا إلاذا انتي كلنا السجن ككو قالي سيني وتناقض تناقض كاسي وحن لجرنين ما نوع أو تكتيك مثل إسبدل فكر كوضا كرد عينوي لأن أصل كفكر كأف يعني أرورضا أو يعني غلات في التكفير كأه أصل هانا يكسو تشيدان عقيدة ذو ذا الرسمي كوحويان أرورضا إسلامي كأه دعوة ذو ذا دين تفافين إياه ميل الله ماشي دونان هاجلين سلوك دونان هاي استعمالين منهج كي دونان هوتين مر هذين ايغا كتر سنين امير كودنا بي على جلين اني غاليهم با اصل كساس وها ايغا كتو منهج كا اصل كيو عقيدتودا اصل كساس هي هذا كان مركه هدا ميشا كو قورن متناقض كا ما و هو كتسيا اني كان نوقدين جماعات اسلاميه حكم خاصه سيين مس و هو كتسيا ونوع تكتيك هو وحوغا دادكو يينا ديدين بالليه هو دابين كان ليسو لغايا لابدا كايت هايوا وسؤال ميشو كترت طيب تانوا اسكهوريماتك لاباد وحضل كي يكو تيرا باياك داداي مرنوا قال ليهين مرنوا مسلمين وولي ليهين اي تلمام اياهو
dad shaygii ay ku dhaceen qolo lagu gaalaysiiyay qolada kale ku dhacday aan la gaalaysiinaynin waay tayib waxaan garanaynin waxa meesha ku jira in la fahmo u baahan masaa'ishan oo al-udru bil-jahli al-udru bit-ta'awul al-udru bil-khata' maqaban udru bil-ikrah wa ikrah wa liba nooc khaas ah ay qaban tayib tanaaqud ka sadaxadi waxa weey oo waxaan u dhanka iimaanayo nolosha xubnaha ururka ee ka muuqata iska cad hata amirkooda kaba soo qaad xaqiiq ku nool yahay ma xidi kale ku nool yahay yaa mise dhul kale keenan aanay bay ku nool yahay dhul keenan ay ku nool yihiin Soomaa tayib anzimadan ay leeyihiin iyo dowladahan ay gaalaysiiyeen bi itlaaq bidun istithna bidun tafsiil ay gaalnimada ku xukumeen anzimadii bay ku hoos nool yihiin Soomaa simel gali ku nool yihiin anzimadii bay ku hoos nool yihiin qawaaniintii wadciga ahay ay ummada dhan diinta kaga saareen sababteeda ayaa ku dul socota misal mesal hadaansi rag waxa ku jira engineering ah waxa ku jira rag asaatiido jaamacad ka soo baxay jaamacadna dhiga jaamacadka iyo ay ka soo baxeen iyo kuway dhigayaanba sida qaalibka waxay u khuduucayaan anzimo nadaamiyo aadamuhu dajiyay bay u khuduucayaan tuur dhigayo iyo mid uu ka soo baxay tayib talabaad weey waxa ka dhana waa ganacsato ganacsigoodu ganacsiga caalamiga abu qayb ka yahay anzimadaasi caalamiga abuna hoos geli markaas ruqsad soo qaadanayso ganacsi furanayso nidaamkaad ku soo qaadanayso waa nidaam wadci ah dawladda ku sooyinaysa waa dawladda Allahayd waa gaalo Sooma nidaamka ganacsigaaga xukumaya ma aha nidaamka Islaamiga meesha aad ku joogto nidaamka qaahirka iyo maxkamadtiisa iyo anzimada dhaqaalaha iyo waa anzimo kale tayib mid xigta ka badan wax weey oo kaba dhowba ragani baasaboorre wataan Soomaa aqoonsi shakhsiyan wataan baasaboorrada ay wataan iyo aqoonsiga shakhsiga marka la qaadanayna nidaamka lagu qaadanayo lagu bixinayo waa anzimadi wadciga hawa waliba salka wuxuu ku hayaa marka la sii raad raaco inaad daacad u tahay dawladdaas inaad dastuurkeeda daacad u tahay inaad nidaamkeeda daacad u tahay baa lagu qaataa adigu ama akhri ama akhri baasaboorki baa saa ku qaadatay aqoonsigi baa saa ku qaadatay waad xambaarsan tahay nidaamkii aad dadka ku gaalaysay baa lugta kula jirtaa bal iskaba dhaafe marka doonayso inaad furato midalan mowqicdan tawaasulka facebook baad furanaysa youtube baad furanaysa marka doonaysa inaad furato system xukuma jira system iyo nidaam ba xukuma oo lagu furta nidaamka iyo systemka xukumeed lagu furtana waa nidaamkii wadciga aha noloshii soo dhan ninka marka dadka gaalaysiinaya iyo sheekha amirka xarakada iyo xubnuhuba noloshoodo dhan waxay ku dhex jiraan anzimadii ay dadka ku gaalaysiiyeen adeer adiga haday kugu dul socoto bal qaar ka mid ah shaki ma leh ganacsigiisa iyo hoolihiisa iyo caruurtiisa iyo naftiisa iyo markay khatar galaan maxkamaduhu tagi oo isku difaaci taakum bu samayn ila gheer sharci illah su'aashu waxay iswaydiin tahay marka maxaa iyagana gaalnimada u diiday shucuubta muslimkana gaalaysiiyey wixii dadku ku jireen umbaad ku jirtaane adeer maxaad idinkuna gaalnimada isugu diideen shucuubtana u gaalaysiiyey haday jawaabtu tahay waanu qasbanahay daruura jirta ikraah baa jira oo shucuubta muslimka iyagu ma jirtaan miyey maxaa u diiday haday tahay sida hadalka ku cad ee ku imaan doona bayaanka inna shucuuba raadiya shucuubtu raalli bay ku noqotay anzimadan wadciga ah haday jawaabtu sida tahayna waxa weeyaan jawaabteedu wax weeyaan waa u tagi doonaay shucuubta inay raalli ku tahay anzimadan wadciga lagu xukumayo
رضوه وعمل قلبي أسيدك أوقاتين ما قلبي قوضات جحدين انتا سو أمد انتا قلوب تود أوقاتين إنه وحن رالكو تاميات أوقاتين هلا شققتم صدر هوا سيداس درادت لچيفيانا بنان لچوچيانا بناوا أنيقا مركي يحيسطو يحرطا إذا أحكام تاسيقيل بان راتسان وقالوا بمايو شعوب المسلمين أمضى أنت إذا كلام ركاي هاي ستنا وقال مرتدين الدين تكبحين تناقض واضح هو تناقض كنوع عسير نلش هذا كم وقضى أي منهج كودنا واضح هو كم تناقضات كاسي أنت عندك قصو كتبه بيانك سيدا إعلاميين حركة واحد أساسنا بيدهن أفرت سنة كهر وقت هذا كو آدم كون سجال بقول يو تضواتني صدح. مرك التاريخ ظل فيري أفرطن سنة ما هو أفرطني أفر سنوات. لكن التاريخ ذاسي وحبذا نقلام سيتشري. وحمرا روتين ربي تاريخ ذاسي كون سجال بقول تضواتني الصدح ذي. وحلقة نينكي جماعة التكفير والهجرة أما جماعة المسلمين يقول بح. مصطفى شكري سماي على السوشي سنة كاس وسنة كو إعلاميي أرقو حبنه سنة أمري إن أي مقالوين كبحان أو أي انتي هانتضو هذا إيبيان سهين قاتان إنه بوراها قلان سنة كاسه كون سقال بو تضباتني السدح دي حيلي دور قلقة بالله به تاريخ الأمريكا واحد وحديدين سؤال واحد ملا مقالات يدور كقلب يكون شريان وحلي قاسي تاريخ كسر باللابين محلي قاسي انفصالين وسجوني يجوا أي حصة ما يستن وسؤال السويدين لهم حيلها ملاحظات قالوا واحد كم إذا بيانك كم مقضى بيانك وحقاد وقفوا هي حقيقة هي واقعة أحكام وحكم مقطع أدمودو الميرو دوكسيادو هوس ku jira inuu soo saaray ilmayro duksiga hoos sadigta oo xamaasaysan ahkaam kasoo fushay qaar umuqda ayaa meesha ku qoran waana leeyo wala wada yaabaysan markaad aragtaan midna waxa kamid hadan miisaal u soo qaato wuxuu leeyahay walam yabqa min alislam liyawma fi waqi' alhayati illa ismuhu wala min alquran illa rasmuhu وأصبح انتماء الأمة اليوم إلى الإسلام انتماء تاريخيا صوريا لا يحمل شيئا من الحقيقة والواقع وحليه هاي إسلامك مانتا نلشدتك مرك الله فيريو إسلامك أردن مقعبك سوهاري قرآن كينا أمكري وحك سوهاري فرميلك قرآن طيب أبتركا أي إسدين مسلمين تو أي أمضو مانتدي أمضو أبتركا أي كو أبتر سنيسو إسلام نمدنا كليا وحو كسو هرأيون لعدة تاريخية أو لغو أبتر سني أو أن حقيقة دي واقع وحبك حمبار سني مجرد أبتر أن حقيقة أهين إسلام بانا هاي بس أو حبك ديري قرآن كينا فر وراقكو قرآن كليا كسو هرأي wax kale oo lagu sameeyo ma jiro waa halkaas ugu qoray halkaas uu saarsaaran yahay waraaq iyo far isku qorono meel taalo waa inta waxaan ahayn ma jiro islaamkiina magaca iyo abtirkaas ka soo haray warkaas ma xaqiiqa haya ilmayro ibtidaai hatta kuma hadlo warkaas laana si toosan uga hor imaanaya xaqiiqada dhulka taala islaamki wax badan baa yaal sooma تدك شهادتين كي بيقريان وإسلامك صلاة دي بيتوكان يوم مساجد دي بعمران وإسلامك سكة دي بيبحنا يوم وإسلامك ويسوم يوم بيشهر رمضان وإسلامك ويحجنا يوم عمر سنة وإسلامك صدقات كي بيلبح يوم وإسلامك ويسكو جور سنة يانا ويسكو فريانا وكم مع ويسكو رحلة يانا وإسلامك معاملات كذا إن بدن كم يدو قناع سيجي نقداق ودي وإسلامك سو ما أقول دمر كودي بحجابنا وإسلامك guriyaha dad ku dhaqmayo waa islaamki waxna dhawaa waaqici ah la waa islaamki magac baa ka soo hadhay waxa yaa
war in baa maqan dhe in baa maqan islaamkii hal baadi goobo oo war la fahmi karo laakiin islaamkii magac kaliya ka soo haray war caruur yar yar waa nin oday warkiisa ma nin culimaar warkiisa ma kaaga darayna quraankii kariimka wuxuu ku soo haray kaliyeeta waraaq uu ku qoran yahay qoraal bas oo meel iska yaala war quraankii ma intaas ka soo haray quraankii soo laba xifdiyo oo soo laba barto oo soo ma akhrino soo in badan kaga ma dhaqanno yaa ma meeshu iska yaala bas walba intaas soo qaadanaan akhrisanaa oo aynu baranaa oo tafsiirkiisan dhageysanaa oo aan intaas muxuu ahaa aan wadanaa quraankii far meel qoran ku qoran bas ah ka soo hadhay warkaasi war xaqiiqada ka fog waa saas daraadeed baa waxaan leeyahay تقريبا واحد مدة ضد كان هنا إن الله نولين بمجتمعاتك مسلمك ما راح حد يكل يكيد ما ذي وضيع يكون نولين بميل كل يكون نولين وحلي يبلوا إسلام كي أنت أيجو أي تبيانه لم مهم سن أنت هدي أي مشا كبع سنتا إسلام كي رموا هذا مرة إسلام كا يدين إسلام كي يحكم تري بدن كي دوا تشوفته مسلمين تنوها يستان لكن وح مقام باتشرا oo loo baahan yahay in la baadiyo warka saxda ka isagaa kaga daranay waxa kamida warka aan isagana xaqiiqada aad uga fog oo meesha ku qoran waxay leeyihiin bashariyada aadamaha bashariyada waxay leeyihiin waaqi'u alladhi yaciishu albashariyatu alyawm huwa waaqi'un muhaddin lidini llah mundu an wallat wajhaha ba'idan an aqidati alislam wa shara'i'ihi wa ahkami mustabdilatan manahij albashari wa shara'i'ahum wa ahkamahum حيث اعتبروا أن التلقي من الله تخلف أو أنه إرث تاريخي يحق للبشرية أن تتخلى عنه عليها ابن آدم كوران كالقال الآن سكدر إله الشرع يسي أحكامتي وحي أهيستان إن إلهي لقاته أحكامته وحي أقاتين إنه يهي قاد الشدي سي إن لقاته الشيء لقد دعي تخلف شيء دب دع بكيني طيب إنه دحل تاريخي حلقي لدورنا اللي سجته كري بل أيبا حقته إن اللي سجته تذكي وصير الرميسين بلي بشرية دي آدمي كل جي وح الرميسين يهاي أحكامت إلهي هدي لقاته إن اللي دب دعيو ولقاه حري آدم هلا قد دب دعيو ولقاه حري طيب مساس الرميسنا ورجال بار رميس وركا مسلم مر رميسنا أحكامت إلهي هدي الله الضبق وإلهي أحكامت لقد قاتوا لقد بدعيا مسلم مر رميسنا قال بار رميسا ولبا عن إدلين وامد الله ماذا إلهي أحكامت سؤال نغن قليو وأرين تاريخية ويحقتها إن لقدتها إن لقدتها واجب وحق ما مسلم باقبا ما يعني مركا وحوي تقريبا ودد واقع كم قرا افرتن كسنه ليهن شيغيان ليهن افرتن سنه انو عالم كانو فير فيرينين او انو مخو اهاي مخو اهاي ان مراقبينين واحد مده افرتن كبا اني كم قناي مش وحا كميده انت هدان كغه بخو قودبكا اسغا اه اونو ايماده جوهركا اي حقيقه بيانكو حنبارسين waxa ugu daran ee ugu khatarsan ee bayaanku xambaarsan yahay waxa weeyaan in ay rumaysan yihiin in adduunka waxa maanta joogay ay gaala wada yihiin dadka tukada kuwa masaajidda ku jira kuwa shahaadanaya kuwa kale gaalada asliga ah wax muslima inuusan dhulka joogin ayaga marka laga reebay rumaysan yihiin waa masaladii aan soo sheegnay usuushi aan xalay soo sharxayna إني قبان أو التكفير يهين بيان كود اللفتي سيكوتالا أين دور قدر سوق هذا وحكم إذا مثل هذا الذي كوي بيانك بيانك الله بعد ولي وحيل واقع البشرية اليوم ومن خلال هذا الفهم الواضح لمعنى الشهادة الذي غاب عن الناس نرى أن البشرية بجملتها في حاجة إلى أن يعرض عليها الإسلام من جديد حتى في هذه الرقعة التي يطلق عليها العالم الإسلامي
وحتى هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم مسلمين وبيرصد يعني واقع واحد شراء هذا مهما أنت تشوفه مركم فهم كاس وفهم كود الشهادة معناها فهم كا مدلول كذا وضدك أنت سبضا كم قن ضدك كم قن ما أنت سبضا ما كاس وضدك كم قن كامر كان فيرين وحان أرقنا عن اعتقاد سنة هيوه هذا مها ضدو كيس إنه ما أنت أبا هي هي إن إسلام كله بندقه سب لوجو بندق إسلام كإن سب لوجو بندق حتى دولالك لوجو شيغو إن عالم الإسلامي يهين ما أها حتى عالم الإسلامي ما وما قورا إنه إلى هذا عالم الإسلامي ما قورا لكن وحليه حتى دولالك لوجو مقعابو عالم الإسلامي لوجو مقعابو استقوا وما قورا إنه لوجو مقعابو صوت معيته يعني إنه قاليهم بالرويسين طيب وحليه وحتى كوا نفطوضة رميسان اي نفطوضة كسو قاضي حتى إني مسلميهن كسو قاضي إسو هايستيني مسلميهن حتى هو إسوع يستئن المسلمين وحيقبا هيهين إن إسلام لماذا الله بندقه سعصب لوجو بندقه لأن الدين ما يستنى معنوا واسدا مع ماشاء كم مقدمر بشرية ذو إن قاليه عالم كان عالم الإسلام اللي إلى هذانا إنه عالم الكفر إنه بلادنا إنه تهي بلاد الكفر إنه ضد كان إسلام لماذا الشيخان ينفط وضوح يستيني مسلميهن إن إسان مسلمين هنا وقاليه طيب مركة لواك هذا الكاء بالله إذا وحول الواقع الذي يعيشه البشرية اليوم هو واقع محاد لدين الله واقع عالم بشرية ما أنت كنا شاه ومد قرب مرسن إله الدين كيس منذ أن ولت وجهها بعيدا عن عقيدة الإسلام وشرائعه وأحكامه إلا الله قصوا بالله ومركي وجهي إذا كدو ذي وجهي إذا كلي حسي ميل كفق أيو اللي حسي عقيدة دي إسلام كميل كفق هي شرائع دي سي أحكام تيسا مستبدلة أيضو كبدلتي مناهج البشر وشرائعهم وأحكامهم يعني مناهج تي هي شرعية دي أحكام تي بني آدم كدتي مركي كبدلتي وحوي حيث اعتبروا أن التلقي من الله تخلف وأنه إرث تاريخي يحق للبشرية أن تتخلى عنه وقتها دان أخرين مركم حميشة كم مقضى واقع بشرية يدون لك للريبين مانتا إلهي دريقي سي يدين كي سي ويقرب مرسنت بيانك سيدح قضو إسلام حواهي بيانك وحكو سأرور اللباد هذا الكن حكو سأرور وحي إن القائمين بالحكم في كل بلاد العالم كو مانتا حكمك هيا تحلك هيا عالمك ودمدي سورن بما في ذلك البلاد التي تسمى بالعالم الإسلامي كدر بويلو هكرهي وضمد لوغو مغعابو عالم الإسلامي كوما كدر بو هكرهي لوغو مغعابو طيب كوا ايغا اه وضمد كتليا يغتصبون سلطان الله إلهي اودي سيبي دعين وي بوبين وينصبون انفسهم آلهة من دونه نفتودنا وحي استاجيين اني إلهييهين لك السكو بل ويتجاوزون ذلك إلى محاربة واستئصال كل من يدعو إلى إخراج الناس من العبودية وردهم إلى العبودية لله وحده عدك استوء خلق اسكود إذا إنا إدتك كسرت أدونسك أدونسان إياه يعاودد يعاودين إياه عدك استوء اسكود إذا إنا كسرت خلق إله عبادتي سيوسرتنا ويلد قالما يانا وعربتريان وحوي لمرك هذا الكن أفير صدا والشعوب تتابع ذلك الراضية كوا إلهي حقوقي سدعي مضحدة شعوب تأي مجتمعات كنا أرن كاسا يكون رعسان تأي يدو الرالي كوا يدو الرالي كوا وتصفق له بحماس بالغ وإن أصعبنا إسا شعوبتي يدو أسيء أن حد لهي أحماس إسا مركا شعوبتي إنا وحي كو قالوا ذي إن الرالي كويهين إلهي حكم كيسي الله دعي مضح دينا وحي كو قالوا بين إلهي حكم كيسي بيد عينو بوبينو إلهي إسكردقين شعوبتين الرالي بيقنو قطي وين أصعب بس الله ودي بيس لك قالوا بمر طيب
هذا الك سدحاد وحويان ويسجن كوي ما ري ماشى صو كبسيحات وحولي. لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، وارتدت شعوب العالم كلها إلى الجاهلية التي جاء الإسلام ليخرجها منها. وحولي عالم كأرض شعوبتيس مجتمعات كأدون ككون نورن دين تي إسلام كواكن نقدين وحي أن نقدين قال لماذا جاهلية دي دين تي إسلام كهذا كور أي كسر تي بيديب أن نقدين شعوب تعالم كورن بدون استثناء ويكن نقدين إسلام كي جاهلية دي قال لماذا دين تهرج وقصص صار تي بيديب أن لابتين مركز وحليه ولم يبق من الإسلام اليوم في واقع الحياة إلا اسمه ولا من القرآن الرسم هذا الكيورين صومرنا وجالسين على صومة مركلة هذا الكلام كقر. هذه الشهادة التي غاب عن الناس معناها وإن ظل فريق منهم يرددها دون أن يدرك حقيقتها ودون أن يعي معناها وهو يرددها فأصبح واقع الناس يناقض شهادة حقيقة الشهادة ومدلولها ومقتضاها. شهادتين كهلي ضدك وكم قنت معنى هذه ضدك وكم قي حتى قار ضدك كم ضبا ها العليين وعربك هكو العليين ما أنت ضد أنت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله كهيا لكن وإذن كم قنت يقول معنى فهمين حتى هبع العليين وعربك هكو العليين dadka waaqi codiyo noloshoodu maanta waxay noqotay mid si toos ah u burinaysa uga hor imaaneysa shahaadada xaqiiqada shahaadada iyo macnaheeda iyo waxay keenayso kulli waxa soo wuxuu ku tusaya marka hadalladaasi waxay ku cad yihiin inay jamaacadu tahay jamaacad takfiir ah oo warkoodu cad yahay oo rumaysan waxaan iyaga ahayn inay gaala yihiin بلاد المسلمين تنا إنين بلاد إسلام أهين أي بلاد الكفر تا هذا سجمع عوها دار مجتمعات ككلنا الله إن الدين تكرر دودو كبحذي صوتنا أي تهاي أحكام تا وضع جاء أي رالي كل نقطة وحتى سي أحدين مرجع ذو في رستان بيانك مركو حوا وضبا وذاتكو ضدكو الله الله يعني. مركز وحوله هاي كلماتك استعماله يا أيها الناس يا أيها العالم البشرية وارضضوا وعالموا بشرية دي آدموا ما مقليس مرن أسوق رحية يا أيها المسلمون يا أهل الإيمان أيها الإخوة في الله صوت معيته صوت إذا ما بره يسلم صوما أيها المسلمون يا أيها الإخوة في الله يا أيها أهل الإيمان إيو وحقا هنن رميسانين إدتك المسلمين صوما مركا خطابك وكتر جمع يا معتقدك هذا أن شرحني أو إنين رميسانين إدتك المسلمين صوما وحاسي مفارقة عجيبة مركا دي ستان ترجمة الصومالية وذاتك أخرنا أسوء حلية هاي ولا ليال حقا مركو وضبه ولا ليال مركا روحي سلو كان عسين يا حضوب خطابك أسلك بيانك أسلك يا أيها الناس يا أيها العالم كقرين كان صوماليك ولا ليال حقا وككا مركا الرسالة دي بكان عسين يقابك وحسو عدين أيو كان عسين يا ولا ليال مشوكم تشرتي ورددوا معي تضوا لأن ولا ليال بمعنى إنه إناد مسلم تايب وكو اعتقاد معنى أنا مشوكم إياه طيب أريد أن أسمعك وحكم وقتا هذا الكلام صومرني حكام مسلمين تقول لك جالسي بدون تفصيل وأنا أرين أنصح سنين تفصيل بمسألة كتشرة مجتمعات كمسلم كالله قال يسيو أولو قال يسيو رالي وحيكويهين أحكام تاس أن إلهي تيس وافق سنين مذهب كاسين ومذهب كي خوارج تيهور إجماعة التكفير والهجرة فكر كوديوان مسألة كالي استلتاك أبضاني وحيتا شعوب مسلم كو إن الرالي كو تهي وحيا لها السعودائي إيه إن إلهي دين تيسي وحانا هين لغو حكومي شرعي تيسي وحانا هين
inay raali ku tahay oo ay sabab uga dhigeen inay ku gaalaysiiyaan arintaasina waa arin u baahan daliil u baahan shucuubtu raali kuma aha imisa ayaa arinka isaga ah ka dagaalamaysa imisa diidan imisa dalbaysa in shariicada ilaahay lagu xukumo imisa xabsiyada ugu jirta imisa meel walba la taagan imisa dalbaysa raali bay ka yihiin xageed ka keentay maada qalbigooda jeexay yaa guluwigii khawaarijta waa waxa isweydiin le oo iyadana waqfo kale oo arintaa isweydiin karnaa ayaga iyo ummadaasi la dhawaaqaysa maxay ku kala duwan yihiin horey baan u soo tilmaanay bal in badan kaga fiican masaa'isha iyo taqriirintoodii ummada in loogu yeero tayib arinta kalena waynu soo marnay oo ah haddii ay mas'aladu tahay axkaamtii ilaahay midaan ahayn baa idinku dul socota oo laydinku xukumaya jawaabtu wax weeye idinkaba waa laydinku xukumaya idinkaba iyadii baa idinku dul socotee maxaa annagana gaala idinka naga dhigay idinkana muslimiin idinka dhigay su'aal is weydiin low tayib inta haddaan kaga baxno mas'alada muctaqadka rasmiga ah ee asaadicuuna bilxaqi inuu yahay muctaqadkii takfiirka muctaqadkii khawaarijta inuu yahay inta markaynu kaga baxno waxaynu u gudbaynaa towxiidkan ay dadka ku gaalaysiiyeen iyo ay leeyihiin ummaddaba waa ka maqan macnihiina lama fahmin iyagu ma fahansan yihiin waa yaa xaqiiqadu waxay tahay iyagaan towxiidka fahansanayn iyagaan shahaadada macnaa laa ilaaha ila allah macnaheedii iyo madluulkeeda saxdaa ma ay fahansanayn macno kooban oo macaaniday keenaysa ka mida ayay ku gaabsadeen macaanidii ka muhiimsanayd oo shahaadateynku keenayeenna way ka tageen wadaliilu calaa dalika waxa waa mafaahiimta maqluudka way ka mid tahay macnaha towxiidka waxay ku fasireen markaad bayaanka si fiican u akhrido waxay ku fasireen xukumka iyo sharciga lagu dhaqmayo iyo sharci dejinta iyo nidaamka nolosha kala wada ilaahay keliya iska leh waxna wax loo yaqaano towxiidu lxukmiga loo yaqaano ama xaakimiyay qaarkood ahaan qaybtaasay towxiidkii keliya ka dhigeen macaanidiisana halkaasay ku fasireen mar markii qaarkood bay calaamadad si rafaad ah bay waxoogaa shacaa'irta tacabudiga iyo waxba yara gelinayaan laakiin macnaha ay towxiidka iyo shahaadada u yaqaanaan ee ay bayaankooda ku fasirayaan waa xaakimiyada sharci dejinta ilaahay baa iska le nidaamaha nidaamka addoommada maamulaya ilaahay keliya iska le isaga in looga dambeeyo wey intaa wey towxiidka ay fahamsan yihiin ama ay ummadda ku gaalaysiinayaan inuu sidaa yahay waxaa ku tusaya bayaanka waxaa ku soo aroray hadalka shahaadateynka markuu fasiray wuxuu yidhi ama shahaadada wuxuu isweydiiyey maa hiya xaqiiqatu shahaadati wa mafhuumu tawxiid towxiidka fahamkiisa saxda iyo shahaadada xaqiiqadeedu maxay tahay buu isweydiiyey markaasu wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah tacni laa ilaaha ila allah inaad qirto waxay ka dhigan tahay oy la macno tahay an laa macbuuda bixaqin ila allah cid xaq lagu caabudo ma jiro alla mooye inta hadday u dayn lahaayeen macno ballaadhan bay qaadan lahayd laakiin maxay dhaheen walaa sultaana walaa xukma walaa tashriica ila lilaahi subxaana markiiba waxay aadeen mar walbana waa saas mar kastoo ay fasirayaan dhanka waxay aadayaan uun xukumka iyo tashriicay aadayaan yaa xaggii garsoorka iyo axkaamtii lagu dhaqmeeyey iyo dowladdii iyo siyaasaddii dhanka unbay aadayaan oo laa ilaaha ila allahu macnaheedu ma intaasa laa ilaaha ila allah iyo shahaadada iyo towxiidku ma intaasa mise macno kalu leeyahy ayib tafsiirkaasi tafsiir saxsan maaha mar marka qaarkood baad arkaysaa isagoo xaakimiyada iyo sultaanka iyo ku daray iyo cibaadada iyo nusuga mar marka qaarkood shacaa'ir dacwadiya ku yara dareen marmar waay calaamadood laakiin bayaanka masaladu xoogga saaraya dadkana ku gaalaysiinayaan kelimatu towxiidna ay ku fasireen iyo shahaadada waa xaakimiyada wa waa xaakimiyada ayib masalada xaakimiyada marka markaynu u noqono towxiidka iyo shahaadada macnaheeda rasmiga markaan u noqono intaynaan fasirin meeshuu ka khaldan yahayna aynaan tilmaamin
waxaa laga marmana inaynu sheegno khilaaf kuma jiro muwaxidiinta agtooda dadka muslimiinta ahlu tawxiidka iskuma khilaafsana mas'alada ah inuu ilaahay keligii xaq u leeyahay jidaynta iyo tashriica xaq allo khaalisa cidda sharci dejisa waxalaalaysa waxaaraamaysa andimada dejisa xaqa u leh ilaahay keligii khasaa'isu rabbi bay ka mid tahay ilaahay baa khaas u leh tabaaraka wa tacaala قرآن كان مسألة ذات المامي سنة النبي ونواشكت صلى الله عليه وسلم ولا يشرك في حكمه أحدا ها قراءة ذاك الوحي أهيد ولا تشرك في حكمه أحدا إلهي حكم كيسة عدنا هلا وذاكنا ألا له الخلق والأمر أبورك إستقال أمرك أنا إستقال أمرك كوني أمرك تشريعي قال وذا بس قال إن الحكم إلا لله إن حكمك إلهي كليجي ليها تشريعنا كليجي ليها هاي مسألة هذا الكجرة ما مسألة ذا سي انحرافك قالنا شركي بقالي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله مسألة ذا سي ومسألة مفروقة ومحوها هاي أن هذا الكجر إن حق إلهي وخالصة هاي إن أضومضى نظامك مامولية شرعك مامولية دستورك مامولية قوانينك مامولية أنظمتك كل هجيسة إن إلهي خاص أولي هاي أرنتاسي هذا الكومتشر طيب لكن توحيدك كل جد ما صار ذراد يد بوحولي العلامة الشنقيط عليه رحمة الله الضوء البيان جلد كتضباط صفحة بقول لحديني لا بوحولي الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد لا فرق بينهم البتة إلهي حكم كيسي يا شرعي كيسي يا تشريعي إن لو ذا كيس عدك له هي إن عبادتي سي عدك له لو ذا كيسو وأسكون معنوه فرقنا ما لقوله فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهم البتة فهما واحد وكلاهما مشرك بالله صومالي يعني وحوي إن إلهي أحكام تلصيه شرعي جسنا لقدم به وامت إن لعابده ويسق الله خضوعه لا وضب إلهي بخاص له مسألة لا سمركة ومسألة ساسة هبك الضودين علماء قاركو ذي حكمكم ووحو قليا ما التوحيد كألوهية ذو قليا وقيمة العبادة ذو قليا مثل الربوبية ذو قليا ضد سيجر حاكمك حكومة يا إلهي الشرعي جيسا وحان أهين حكم كيسا تفصيل با كتيرو مرنا عاصب النقضاء مرنا واكو قالوا با مرنا عاصب كل نقضاء مرنا واكو قالوا با ميتك الشرعي يا إلهي الشرعي أهنين أتحاكومة ينا تفصيل با كتيرو مرنا واك قالوا با مرنا قالوا ما مقارسيسنا سألتو مرها دي سيداستا هاي ما أها إنا نكدو دو إنو مسألة دا حاكمية دا لكن وحان دي دن هاي محكمة مسألة حاكمية إن غلو يحد قدب لغصبه أو ما شادي ميلانا هين لقيه سيدة خوارجتو مسألة الإيمان أي حد قدب لغصبه قدر يدنا مسألة القدر وأصوشة توحيد كم ده أي حد قدب لغصبه حاكمية إنتا تكالي قد قبسطو إنا حد يدا قافز أو الدين تيورنا يدا كاركت وهذا يدو مقانتا إسلام كي ومقية ويذا هدي لقيت محو هاي أمل لو إسلام كي لو وعدي كتك الدين تكوض بحدي غلو يقال نوع عاسي ما صحصل هذاي مركز سيدا كوفة سيرين توحيد كي الشهادة دي سيدا كوفة سيرين معناها سي معنى الصحابة سيدا قرآن كتوصي سنة النبي قلنا كتوصي صلى الله عليه وسلم عبادة حق معناها ويكجو ذوي انتهاي حكمك دلالة ذي دون ويكحل درت طيب مفهوم قاصر ومركز وحا وقفي عن قيحيد الشيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله أوفي رزادة مركو عبادة قيحة يمحوي العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة عبادة دي ليلة عبادة إلهين أمري اعبدوا الله ما لكم من إله غيره صوما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون عبادة سوى مقع كل من إياه وحكستو إلهي تعليه الرالي نكيه أما هذا اللغو هالله هالنقضو أما عمل السمائيه وحبنه السمائيان هالنقضو ميد موقضي ميد قرصون أما قلبي قوحي اعتقادي هالنقضو شيء كستو إلهي تعليه الرالي نكيه وعباده
مركزو مثالي وحاسو قال يبوري صلاة دي وعبادة سكدي وعبادة صونكي وعبادة حجكي وعبادة خنت وعبادة إن أظن شك أما نذا إن أجدت وعبادة لبدا والدنا أتبار إنه قت وعبادة رحم كاجي قرابة هذا إن أتحرير سوى عبادة بل أنت إن أت إلى لسوى عبادة إن أتدك خير كفرت حمانت أنا كربت وعبادة جدك إلهي ولا لجي هذا لجوجي هذا أو قوة مظن لجي هذا المنافقين تي قال هذا وجه ومحوها وعبادة درس كو إحسان الله سما وعبادة أقوم كأي مسكين كأي ابن السبيل كأي الضوم هذا للي هي حتى حولها هي وحنا هذين النولها كلا وإحسان الله سما وعبادة سمارك وحويلي والدعاء والذكر والقراءة إيو إلهي إن أتبر إذن الله بري بسوا عبادة ما إن إلهي حسطوا عبادة إن القرآن كأخر دوا عبادة إيو وحي الله مدى سمارك عبادة دمرك وقود وينت عبادة دي وحا سوق لي وكذلك حب الله ورسوله إن إلهي تعالات وعبادة رسولك سينات تعالات وعبادة خشية الله والإنابة إليه إن إلهي كبقضه استقعوا الله بطه وعبادة إخلاص الدين له إن الدين تأجوني يا شهود عند لوناتني الصبر لحكمه إن الحكم كيس كو صبر توا عبادة نعمة دي سينا تكشكر توا عبادة إن القضيه سرال لكل نقطة توا عبادة إن التلصارة تؤتكو كل صونات يعني توا عبادة إن النحريس دي سر رجيس توا عبادة عذاب كيس إن الكبق توا عبادة وحصل العبادة يزوج ليها صمر عبادة دو مركب معناها جود بيلاد أي يقولوا محي كدجان يا وروح هيك دين هل قيب بيك دين هل كا قيب أمدي كحكمين أيقون التوحيد وأوقاتهم ساس تلادد إنتاسي هذي مقنت هاي إسلام كي ومقن هل كاسك سعطة ورئنتي كلو رنبا وضحي ناية إنتاسي هذي مقنت هاي دين تأنوغا سرطة وإسلام كو قالي زينيس فهم كمرك أي توحيد كي شهادتين كهيستاني عبادة ده وفهم مغلوط أول وفهم خلدون سيدة أصدرادت وليب وحا مدن مركي عبادة ده النوعية هيدا كدي سن مركي إسو تغان كي أبو مهم سن مركي ليلة دعا ده أبو مهم سن بريض صوما سيدة أصدرادت بنبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة بريء عبادة أو نحن مركي أورط بريء ده يسوع إيمانه هذا عيد عن أول لهين أتبرى قبر بريء وذات دنتي بريء مخلوق أو حسن هنن كرين بريء تشينك بريء يا سو قال لي ماما سو تعيد كميل ما ذكر ده وقومي تشير قرشة هاي جو حاس طيب كذلك مفهوم كخلدن قاصر كأه وتوحيد كي يعنيه أصل كي عبادة إن أنت أن لقف الصراط إنه كم مهم سنان اللجل هي وفهم كالتزامين وتوحيد كي الدين تكفهمين ومضنا أي كحكمين ساس درادة وحن لنا هاي أرنتاسي وقلدين إيه قال لفتو ذا فهم كي توحيد ك الشهادتين كخلدين هاي طيب بل وحا عجيبة ضدك أقول يا ريا أمضى إلهي كلي بريء إلهي كلي تلصارت قبورتنا عابدين بدع كتجع الله عيدنا هبرينا هتلصار لنا هكلم يزننا قيم تاب مهم كهو جورعنا يا كلي عيدنا هين عيدنا يسجع هو سجودنا قيم تاس ضدك فري حركاتك جماعاتك علمتك الشقيه وحي كنت المامين هنا يهين ضدك مشغول سن وحيالة جزئية وحيالة يرير بيكون مشغول سيهين توحيد كنا وكم قيها يعني توحيد توحيد كشيء معي وأنت يجوا فانسناين توحيد كفهمه طيب تامر كي نفهمه إنه كذب عبادة فهم كذي وحكم إذا ما لها خلط ما خلط ككلاء وإسلام فهم كي عبادة هي توحيد كي الشهادة خلط كلاماتي كجلاء وحوي هذا الكود حكم إذا ها مركي وكاني آيات القرآن كي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أيوحول والعبادة لها معنى واحد عبادة هل معنى لا ضعيف هل معنى بس محيي وهو الخضوع المطلق والاستسلام الكامل لسلطان الرب الجليل
inaad u khuduucdo oo u dulowdo isu dulayso adigoon waxba ka soo reebin si dhammaystirnana ugu hoggaansanto alla sultaankiisa iyo awooddiisa iyo sharcigiisa طيب كازو كفصيل مركزه وحو سي وآية ذلك ألا يلتفتوا في شأن حياتهم كلها كله أمرا ولا نهيا إلا من الله الواحد الأحد مسألة دي يقول مركا ورمان صوش رحنا صوش يقنا بمركا لا آه. معناها محاكا خلنا عبادة وخضوع مطلقة خضوع وحلي لهذا إناد استوليسو إناد استوليسو استوليسو هي خضوع عليه لهذا عبادة معنى لهذا هل كم معنى لهذا هو خضوع مصح السنة تفسير كاسيسة وقلط لأن عبادة الله معنى إسسارا واحد وخضوع وتذلل مع المحبة شعيل الله أتعشى يستدلين أتسدلين لبدا سو إسسارا با عبادة خضوع كلي عبادة ما سأستردد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وحوي والعبادة أصل معناها الذل أيضا يقال طريق معبد إذا كان مذللا قط وطئة الأقدام لكن العبادة المأمور بها العبادة المأمور بها لكن العبادة لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له لو معنى وضتا إلى ماشى أقدا بيس إن هذه الله تعلات ماشى أقدا بيس إن هذا سد ليس هذين الله وضع معنى ككل من عبادة وما فقصو سيمي ثالية وحي روحي مثلا إنسان أخض وعاء سقو النعب يا ونعبته الروح لكن وحوقا وشحات ما تكررتها وهذا سيرة الدليس يوضو خضوع ذي سوء حقا كوسي أما وضو يرى خضوع ذي سياء ديب كيسا وقال نبضكش قلبي قنوات كان نعبته ميد عابد دي يا ماذا العابد ميد باك على ذي مخلوق لكن أموصا خضوع ذي مثلا عروطة دي باك على ذي حاسكا دي باك على ذي وماسا خضوع ذي ما عبادة ما هي قول ما عبادة نقول مركي كولان سطه يا الخضوع والمحبة مركز عبادة نقونيسا أو نقونيسا حق ربي تبارك وتعالى ملك الوكولة يا شيخ سامي تيمي عليه رحمة الله والعبادة تجمع كمال المحبة وكمال الذل فالعابد محب خاضع لبضى وإن عبادة السجوي مادان أيونا ما حيكون فسير العبادة يا الخضوع المطلق وأين المحبة؟ قيمتي لا بد أول وقمت جبت قطر ما يفهم سنة مرك يا هداني نحن التوحيد كي عبادتي ما ينفع فهمي بقل ضرنا يا هداي مرنا حاكمية أي حكم كلي أكون فصيران مرنا أي خضوع كلي عبادة أكون فصيران هذا هو تعريف يفسر قاصر أول معنيه قيب كم يدوي أنتي تبنانا ومقيم طيب تانا وامر لما سيداز دراد يدبوحا لنا توحيد كان يشهادة أد مدلول كذا إذن كفهنتين ومدنا أد كو قالي سينا يسان إذن كا أباهن إلا إذن برو أيها أباهن إلا برو أشهد أن لا إله إلا الله معنيه يدو محوية هاي يا توحيدك معنيه سمحوية هاي أيها أباهن من جديد يبرتان إماها إني دتكو جالسيا فهم قلدنا يجو قاتين أو جزء أما قاصرة إني دتكو جالسيا إسلطها وحكر الشيء فهم كقاصر كتوحيد كعبادة إيه كم فهمين إيه شهادة وحكر الشيء طاقوت كينا إني معنى قاصرة أصمية إلهي صمدهن ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي كليجي عابودة طاقوت كان كفوق هذا طيب طاقوت كي بيهدنا تفسير كي قاصر كأهين صومر نبي مريين طاقوت محلينا وفي رصد تعريف كود وحيدا هو كل من تبعه الناس وأطاعوه بغير إذن من الله
عيد كسته أو الله راعه وضدك أطيعان سجون الله أؤذمي وطاغوت هاي الطاغوت هو الذي ينحي شرع الله ويشرع للناس طاغوت هو ميتك إله شرعي سيمتو ماشا كدركي أو ماشا كسار أسودتك أجدية شرعي قوانين أجدية هاي الطاغوت هو الذي يحل للناس ما حرم الله ويحرم على الناس ما أحل الله وإسلا قضب في هرم وتكرار سمارة وحول الطاغوت هو الذي ينازع الله في سلطانه وذاتك إلهي أودي سكوها استه فيضع الدساتير ويقرر القيم ويضع الموازين والعادات والتقاليد والأخلاق وننك ذاتك رقك أمتكي إسلام يشي وان يا مارك الطاغوت ما حيكو بصيرين لا بقضب ننك ذاتك شروع يا قوانين تي إلهي أن أودج أتي إلهي أن أهين أودجية كإلهي نمشى كسارة ضدك وحلالية كحرمة كإلهي أنا هاي وطاقوت ضدك نين إسكرع سيهين إذا إلهي أوصل هاي سوى طاقوت طيب سؤال بس ودين ميت كأي عبد يان صنم كأي سجود يان قبر كأي عبد يان جيت كأي عبد يان طاقوت ما شنك أي وحوق جورع عين طاغوت ما معنى معز بنتي طاغوت كي مرة بعد وحي لا هذا تفسير كيسة ماشي توحيد كأي كوفة صيرة إلا طاغوت كو يكسره الشيء ذا الله حق له عبود المركلين ميت كعبادة دي سلقت تجيو نبى طاغوت طاغوت وما حتى مر أيقو مر كي لا هذا حلالين يا حرامين كلية اتباع هي طاعة كلية لا أدين معناها سمر لبض ومعنى قاصر مرصد حد مدين معنى السحب مدين سيدا صح ذا وحويان أيضو تعريف كودو اسكية هاي تعريف صحسن وصنهين أيها دنا الطاغوت ك سيدا صح ذا وحوي واسدا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أيها وحولي والطاغوت فعلوت من الطغيان كما أن الملكوت فعلوت من الملك والرحموت والرهبوت والرغبوت فعلوت من الرحمة والرهبة والرغبة وركاس أوحر والطغيان مجاوزة الحد وهو الظلم والبغي فالمعبود من الله إذا لم يكن كارها لذلك طاغوت ميتك أن لك السكة والعابدي حدوسا كهني من عبادة الله ولها إساق الله سينا حدوسا كهني هو طاغوت صواما ميتك لو سجودايو ميتك لا بريو ميتك كلمه لو ويديسنايو ميتك غرغارك لو ويديسنايو ميتك لا تلا سارنايو ميتك لو غورعايو ايراليغا كو وا طاغوت حتى يوسن شرع جيديني يا وا طاغوت حتى دغح بها نقض جيد بها نقض وا طاغوت لان طواغيده وحا اوغو وين شيطان با اوين سوما اوديغا طواغيد وا شيطان وا ابليس وحيل مركا ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم الاصنام طواغيت سيداس دراد يقول نبيه أصنام تي جديه يعني أحيانًا تعبد النبي حكومة عابي طواغيت طيب سؤال سويدي مرك نبي يقول ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت مرك الله تقول آخره نينك طاغوت عابد الشري طاغوتك عابد الشري راع دورا مرك إلهي أمر به سؤال سويدي مرك صنم يد محبي حلالين شري يا مشرع بيدك شري طيب ما إذن انتي أمر ضدك السيام با أمر كود الله أدعي عجري ما حيث ضواقيت كنا قدين يا ولا عابد عجري أيهو مركة عبادة قيب تاسي عدة لسيوه باقود كمين عليك وسيوه ذا وحر والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف لكتاب الله او مطاعا امره المخالف لامر الله هو طاغوت نينك اله معصيتي سلوغو اطيع يا اله كتابك سي خلاف امرك اله ميت خلاف سلوغو اطيع حاكمك حكم الهي كان هين ددك امر يا لوغو اطيع وطواغيت طيب ابن القيم باسو غابيو اسو خوري والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع عدك استوء أضامد حدكي سي أي قدبيان وطلابيان أو مدل عابودية أما مدل الرعسية أما مدل أطيعية وطاغوت وصي تفسيرية
sidaas daraaddeed daaquudku tafsiirka ay bixiyeen ay daaquudka ku fasireen isaguna waa tafsiir qaasir ah waa tafsiir juz'i ah qayb dawaaqidi kamid ay ku fasireen laakiin qayb kale oo farabadan bay meesha ka saareen mar labaad ba waxaan leenahay tawxiidkiina mayna saxin tafsiirkiisa cibaadadiina macnihiisa mayna saxin daaquudka tafsiirkiisa iyo macnihiisa mayna saxin intaasina waxay tilmaamaysaa in ay aqoon darro farabadan hayso marka macnaha saxda ee taaquudku waa ka meesha iyagu la aadeen waa meesha ay kaga dhagan tahay masaladu Soomaalida waxay yidhaahdaan hebel meel maag buu leeyahay nimagaas meel maag bay yeeshay hal meel bay kaga dhigtay halka meel ay kaga dhigtayna waa qodobka aan tilmaanayo xukumka iyo qawaaniinta iyo sharciga qaybihiisa siyaasadda iyo dawladda iyo garsoorka intaasi kaga dhigtay diintii وإن مهم صان صوت الماني لكن دين الإسلام كنت كريا معها إنك لتو قوة كسي مهم سنبا كتشرة طاقود كتفسير كذا مركي بحيينا إيادنا تفسير قلدن بيسارين وقاصرة وآن لما يسترنين طيب إنت وحا إن وقصو بحي إن قاضيقة دتك حكومية إنت سو ملايين تمسلمين تبل مليار يكبضل مليار يا كبد المسلمين ومانتا دول كركيسا كنور نينك حكومي قاضي قرصوره أحكام تساري وحقوك حكومي يوم يقان سو ديرنا عادي هين ما مليار يا كبد المسلم أو كونك مانتا كنور أو سجودي وعبادي سني ومساجد عمري وقرآن كأخرني وتوحيد سني oo dadka tawxiidka Alle ugu yeeraya oo u xiran oo lagu dilay oo u rafaadsan marka diinta ka saarto aqoontaada tawxiidka iyo cilmigii aad kaga saareysan ayaa halka gaarsiisan tahay yaa soo geysi nacasmati yaa wa jiri waanin inda adayg u dilay waan yaa inda adayg u dilay waan tayib مسايشن وكاليتو وحي تلماميان عبسيدو مركي يراتو روح التدين كوكو يريه مركي الدين روح التدين كوكو يريه هاي أيو مسايشن نوعانو كلا أتشيرا روح لك عبسي قال إلهي كبغي الدين تيسو حلوص تحي مسايشن قالي سينتا خاصة أمضا انتا لأقينو دين تكسارا أي مسالة لفضل ما إلهي أكتي سنكو مفضل تبارك وتعالى طيب وحكم مقضى بيانك وحيالا لياب كلا كمد تسكية النفس وحليلة أيها فهم كو ذا قلدن إقاصر كا إيه وليب اجتهاد كو ذا تنزيل كا الله وقر موضع إسسارا نصوص تينا وحي فهمين فهم قاصر إنتا مينا كو قاب سنين تنزيل بي سميين ومدي بي كو دبقين وإي كو تنزيلين ومثل هذا تحقيق المناطق الليلة مسألة التنزيل بحد ذاتها باجتهاديتها فهم كودي وقلدن أمدي أو يكو حكومين أو يكو تطبيقيين واجتهاد وقلدن أيغو إنتا إسلوتا أيي حدنا ميشي إسلتشوغا يسي إسو أمانيا يسي إسو تسكينين الله يابس وعندقن كي خوارج تلو يقان يأرردن تكفير أيغا فهم كودا iy sidii diinta u haystaan kaliya jira ayagoo maana saxsan ayagoo qaldan macdalik u fiirsada adallada macnaha qudusay waxa kamid wuxuu leeyahay wa hatta yara an-nasu fiina salamata as-sadri wa nasa'ata al-haqqi wa khulusa an-niyyati ma'a al-israri ala suluki at-tariq ila allahi duna da'fin aw hawanin aw taraddud ya dadku inay naga arkaan قصد كنغو إنو فيوية حق عدن أنكس عنه نيادة ندونا خالص تهي وإذن كاشيكتين يا إذن قروا صامة وحليه لقد عشنا وسطكم لحدينا نكون ولاني زمنا مدان إذن لحجوك نيها دانو نهي جماعة دي الصادقون بالحق مدان شعوبتي إذن لحجوك نيها أيها الناس منذ أن أقمنا هذه الجماعة لقب الله ومالك كان جماعة أساسني إلى ما أنتم مدرير بان إذن دحجوك نيها
هاي فاسألوا عنا كل ما يعرفنا روح كستون يقان ويدي حالك نك ويا إني يقان إني كم بس يقان سو سؤال با وما دي هذوم بيكبر عروقته يا لو ويدي نهرت هذوم با بلا فهمي بده ضير با فانسنا ده كنا يقان ويدي بده طيب هذا ويديننا فلن تجدوا إلا كل خير وصدق ومحبة مرقى حالك نجا ورستان وحاولني سو بحبي الخير ودن يا نوغا سوكين بيح إن الخير ودن هينو خن ودن إني أنا نوغو إديش محبة إيا الكالقعين إني نوغو إديها إدين سو بحيس فهذا ما تعلمناه من إسلامنا تاسينا واوحان إسلامنا ماذا ماذا كبرنا وهذا ما نقتدي به من أخلاق نبينا نبي قال لك أخلاقي سيبانا كقضينينا طيب مراها سؤال الوحيد هذا نينيس أماني ها والرئيس نكت مراها إن لو يلاحظا في جنالك إن لو قردها في عن لكن إن أدو قردهاتو وأجزاء سواء ما أنتو خير وردن يا محبية بان كده حجنا وعلى قفعي حتى هدات تسكية دو حكم إذا إيقاب كي إسرق ميهين يهير كي إسلت شوغا آياته دادك أيها خلافسان إيه كسوهر جيدا إيه وركودية مذهب كودية منهج كودة أنقر سنية جاهلية ويقانا مكذبين ويقانا الرسول شكوي بينيي أو كلاوة صحبا لأن شعار كودة محيكو بلابين شعار كودة محيكو بلابين اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هل كا إريبان إذن لن نمد إلهي كيلي عابدا اتكلوا عبادة للمشرتين اعبدوا الله ما لك رسوش سيقول التميدون طيب عدي إذن كهري مادنا كي رسوش بيني يقول لمدي ما هذه فهم كاي قلدا نكي حتى كهري ماد رسول بكهري من كاس سلو ساسو وحاتكو قرر آية ذهن رجيست وحيليهن أيها الناس استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الأرض آيات كاس طيب آيات كاس وحير انتو سنة أخرى وحير فإن أنتم استجبتم لدعوة الله نلتم بمشيئة الله سعادة الدنيا والنعيم الآخرة وإن أبيتم فنصبر على دعوتنا حتى يفصل الله بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الفاصلين وإلهي ديتي سأجيب ورقوك هنك يوم ورينتان إلهي أمر كي سيدن كوي مالين مالين أنا وحي لي لهين ميلا دو عرتان إذن هلين إنت قوم كنك يوم دا إلهي كوي سوي يري ييالا محو أهاي الرمية ويدين دم دافي أجر وين بويدين سين عذاب بويدين كبد بادي عدي ييري ويدا صوما إلهي معاجز قيلين كرتو كما فكن كرتد الله يا واي وحي ساوها الله ورسا يا وحي رسوش شيبا ساو هذا الشيء أيها ومرك محيس كردقا يان بوس كوديو كلا إسدقا مرك ساو وحي كدر روحي ييريتان كنغا ييري واي أو ييري دا أنو يرني يله روحي يله أو باقا قاتا إلهي ليبان تيسو قاري أدونك إن نعيم كي وربرواقة آخر هذا ديدان صوماها دعوة ندى أن نقص برينا إلى إلهي إنك لحكمه وإنك لسعر حق إنك لسعر بمعنى سيدي أمضاها يقوم كود الله لساري تشيرون لها لاقي تشيري ما لا أمضا إلاها قالي الرمى ديب اللي نكوري ما دولي وحين واقل دي أمضا ما هماريزا هذي اللي إسك لسعر ماها إن هودي إن وحلوك لسعر فهم كينا قلدان وحلوك لسعر إسعجبين تهير كاقار سيسن oo waxaagu inaad ka dhigto sida yaani fahamkii rusulsha cid ka hortimaadana cid rusul ka hortimid oo kale aad u la dhaqantood khidaabka noocaas ku wajahday wa taskiyatu nafsigi khawarijta lagu yaqaanayo khawarijta iyo firqa takrif takfirka ayaa waxa ka dhaxeeya ama kuwa dadka la yahay noqdeen ama kuwa iska muxuu dadka iska dhex jira noqdeen hal qodob qodobada ka dhaxeeya waxa kamida in is ajabiyaan oo fahamkoodi iyo manhajkoodu ajabiyo كي إلهي وكلنا كسوق هذا ورما يفهم كأي كألو وكل دوران كره قرآن كيس خلدم النصوص تبادو فهم كرتا تنزيل كأي التطبيق على قلدنا كره وكل دوين أيامين
نبي محمد بقى صلوات ربي وسلامه عليه سيدي المامو وحو يلي صلوات ربي وسلامه عليه مركو كهل لهي خوارجته سيكون في أمتي اختلاف وفرقة وسيجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم يا أمضي ذا خلاف إيا كالتشبا قلي دورة وحان إيمان دون قوم إيقون إسعجبية إذن كان إذن عجبية سيقول إسعجبية فهم كوذي رقم كوذي عبادة دو دي أبوغينو وأسر رياقين إيقون بايس أبوفاي إذن كان السيبة إذن عجبية وحيدين عجبية شيخ الشضوضة عبادات كوذة بركات في رصوه وكي نبي الله صلى الله عليه وسلم صون كوذة يصون كينا مركات في رصوه كينا تحقيرس قرآن أخرس كوذة كينا تحقيرس قولة دي سيدة اللي يريبها بدان تيبه نمان عبادة بدن مساجد كتيرة وعبادة استوصون بدن ومدحو قل في انتنا وقلف كفوش يا قعمها قلف كفوش يسي ودتو كان هين ولو يهو رمبا وذا قلفه بيسي ودتو كان هين وركواس العبادة بلا هين كون حتى مساجدي عباداتك وحي مجران متو كذان مليه لكن عبادتي كوا ملا ومع ذلك فكر كوا فكر في قول الله سبحانه مرك اسعجبين تاسي وحالقو يقانا فرقدا منهجك خوارج تمرين أما عدي كلا ومنهجك صحدي سنة كسو غني فهم كيسا مروى البوع الرميسية فهم كني أنا فهمي وصار أقاتي صحنا وانقون كرا خلنا وانقون كرا هذه اجتهادي هي حكم كان عن ضدك صاريو أنا جا أمبا فهمي لكن صحنا وانقون كرا قلدنا وانقون كرا عدي إجاه ارتمادنا هذا دليل إيه برهانه بيبقى عنده إنه يقص حسين هذا حكاري صوما لكن وحوي الرسول أنا جا موقف كيسي مما تلا يوم يجي زي ما تشوفه ضدك إجاه صهر تيادنا ضدك الرسول شبيني باس كودي ما تشوفه صوما حكم كواكب الدوي أوفير سيدنا النبي جينا صلوات ربي وسلام عليه مركو لها اللي رجع إذا ماذا هو جامية ومرضع إذا قال هذا هذا يمرك النبي يقول له الله صلى الله عليه وسلم وحكيري طيب وإذا حاصرت أهل حسن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا أمير نبيك كصعود عيدا كيف هو جامية قالوا الله تعالى ما نبي وحكوا إلى هداد ضد مال رفيس كتيرة أما مال دكان أذ هريرها كمرتاد محو هاي أذ هريرش ها أو أنت سك ديبان أي لهذا حكم كإله النجوح حكم وأمير كي عيدا كمسلمين توت قال إيش ديبت حكم كإله أو قبل نجق قبل النجوح حكم هذا كلها نبي وحرس الله عليه وسلم هكذا تشين إله حكم كيس هذه إله حكم كيس يبان إذن صار يا لكن محد هذا وحد هذا حكم كيغان إذن ساريا حكم كاغا أدوك كدج كإلهي كدج صوت معي تهي ما أجد حكم كإلهي كدج حكم كاد كدج إنو كي إلهي إيا فهم كاغي وقلضمي إنو يهي مكة لقران يسيدي حكم كالله هدهين كيغي دي وارما فهمتين معناه يا وانين أمير وصحابي أهو نبي محمد الصديق عيدا هو جامل يا واحد نقوله يا ذاتك مركات حكم كسارة يسوع واحد ترى هذا وأني كسائلة حكم كيجي وعي سيدا سين نقول شين ساسا لين نقول حكمي لكن إلهي وسائل نقول حكم عادي إلهي وسائل نقول حكم هو في الصد في رقضني فهم كان وحي وكي وكيل رسولك طيب فهم كني إيقاب كني ذاتك يا جالسي إلهي بجالسي ليه يقولي والمسلمين تيا حكم يا قال إني هين قرآن كحكم نبي محمد با حكومي دادك اني قال لي ورا دا فهم كاغا قلدن كو حكومي حكم كان دادك عدا ساري الهينا ما ساري نبي غي سوره ما ساري كدايو فهم كني وا قلدمي كرا ان اد اصيبتو ان اد خلدنت لبد و سورته قال واي سداس دراادد الهي هو تيرين شرعي الهي انها ساري كدا نبي محمد با انا بري صلوات ربي وسلامه ايغنا و خودو وا وخي 100 100 طيب انت كذب وان جبا جبيني ناي انت كبدن بو باهين هي ان لدول استا لكن لبدا حلقو اني غا دهراتو كوما تله غلين واخ بدن نقاط فر بدن وا لابين انت سلك وحرجين ان كفايه تهي او كفلنت هي نمنك اي منهج كود
iyo dariiqooda iyo taariikhdooda iyo waxay rumaysan yihiin in la cadeeyo. waxaan leenahay marka khitaamka iyo gabagabada waxaan leenahay iyaga waxaan leenahay dad faham badan fahamkii diinta wax badan oo kamid uu ka maqan yahay weey ka toobad keenaan leenahay. fikirkan khawaarijta ee takfiirka ah waa fikir lagu rogmaday hortiin baa lagu baaba'ay ka toobad keena ilaahay u soo noqo. annagana xaq waxay noogu leeyihiin inaan ilaahay u barino inuu soo hanuuniyo oo balaayadan iyo aafadan iyo manaahijtan qariban inuu ilaahay ka soo hanuuniyo. intaasi waa iyaga. ummadda muslimka ana waxaan uga digaynaa afkaarta noocaas oo kale. afkaartaas waa afkaartii nebi maxamed ka digay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, waa afkaartii nebi maxamed ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dadka xambaarsani in ay yihiin dhulka korkiisa inta ku nool kuwa ugu shar badan. waa afkaartii khawaarijta ee nebi maxamed ku sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhulka korkiisa wax lagu laayo inay iyagu ugu shar badan yihiin, inay naarta inta gelaysa aydooda yihiin. haddii uu nebi maxamed soo gaari lahaa haddaan gaadho waqtigay soo bixi doonaanna sida caad loo baabi'iyey baan u baabi'in buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. dadkana wuxuu tilmaamay inay ugu khayr badan yihiin dadka kuwa la dagaalamo. dabcan markay xoogaystaan oo banaanka u baxaan afkaartii nooca ahayd ee nebi maxamed saa uga digay axaadiista mutawaatirka ah, afkaartii nooca ahay weeye afkaartani laydinku qarin ee laleeyahay assaadicuuna bilxaqi hoosteeda ku jirta. marka ha rogmanina khaasatan da'yarta oo maanta aafada haysatay ay noqotay cid kastoo qaylida inay iska dabayaacaan iyagoon garanayn waxay yihiin. soo ma ogidin aakhiru zamaanka sida nebigu sheegay sal alay wasalam, shayaan intuu mara bini aadan kuu soo gashado oo hebelkii aad taqaanay isu soo kaa ekaysiiyo isu soo ekaysiiyo oo uu kula fadhiisto kuu waramo inaad ka tegin inuu kaa tegi oo markii lagu yidhahdo waryaha kula jeeg war nin ninkii hebel ahaayoo aqaanayo nin dhamagiisan laakiin suurad ninkii hebel ahaa baa ila fadhiyo intaa ii sheegay. war shayaatiin baa ka soo baxaya muxuu ahaayey warbaahintan iyo barahan laysugu yimaada iyo nin kastoo ka soo baxiyo koox kastoo ka soo baxdaba haddaad dabaycadaan maalinta dambe shaydaanka iyo sidiisa u mutaxan baa isa soo taagay yah oo mara sheekh soo gashada. sidaas daraaddeed waxaan la dabayaacayo ha layska xaqiijiyo. qodob kale qabsadoo afkaarta noocaasa taariikhiyan marka dib loo raaco waa madhalays. afkaarta khawaarijta iyo takfiirku waa madhalays. ummadda shar mooye khayr kuma soo kordhiyaan bal taariikhda dib u raaco. maalinkii saxaabadii nebigu sal alay wasalam ay gaalo ku sijeedeen oo la dagaalamayeen saxaabadii bay laayeen saxaabadii bay intay gaalaysiiyeen bay laayeen. ummadda muslimka inay laayaan oo gaalaysiiyaan oo dhiiggooda banaystaan mooye khayr kaloy taariikhda ummadda ku soo kordhiyeen lama hayo. su-aal baad isweydiin kartaan si fudud. su-aashu waxay tahay afartankaa sane wadaadadina ay leeyihiin xarakadani waan qarsoonay oo caalamkan indhaindhaynayno kor baan ka fiirinayna yah afartankaa sano maxay qabteen bal isweydiiye aaway masaajkay dhiseen aaway agoontay u gargaareen yah aaway jaamacadahay dhiseen aaway gabdhahay xijaabeen aaway diintay faafiyeen dhowr wadaad oo afartan sano kadib intay isa soo taageen afartan sanaanu adduunka kor ka fiirinayna oo kor markaad ka fiirinaysa maxaa qabanaysa waa fikir caqiim awa fikir caqiima ma dhalaysa waay wax ma keeno waxna ma kordhiyo laakiin axkaam buu meesha la fadhiya waa gaal diintaa laga baxay halkan intaasaa lala fadhiya marka natiijo ma keeno. markuu intaa ka sii kordhana saan idiin sheegay cidda uu ku wajahan yahay uu laynaya dhiiggeeda daadinayo dalkuu burburinaya waa muslimka meel fog aadi maayo. marka afkaarta noocaasa natiijo ma leh. weliba waxaa aad iyo aad isweydiin u leh tawqiidka iyo wakhtiga hadda xarakadan la ciilaamiyey iyo meesha laga ciilaamiyeyba shaki badan bay abuuri kartaa. xaggee laga ciilaamiyey
يا ومصر مرحلة يا وقتك هذا مصر يكون شرتم عيتك والردي حركاتك أي قالذي أي قانين أي صعد يا كوي بهالفا الله بيا والسجون تكبح وقحي وكوي قنير صعد كلو يقان أي أي قانين قالذي أي حلا صعد وركوي سيدا أهم مركة هير كالم مريني mid rumaysan dawladdan inay gaalato oo shacabkan ay gaalayaan ya intuu qaahire ka istaagay buu warkii cid la hadsaday ya gaalatihin ayuha nas nad'ukum bi da'watin wahida wa maqulatin wahida u'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru ya hagee way qaahira wa masar marxaladi hada marisana wa ogti soo shaki weyn ma abuuri karto wali buu xadowtaan ururada noocan oo kala ah قالوا صي واستعمالا ويقانا سيدا اللي يرد اللي يقول له جوينا ولا يقانا سيدا لو تجنيديو أو لو استعماله ضد كذا لو شق على استنا ولا يقانا ولا يقانا إن بدنا كم يدور اللي يرد هذا ضب كود دادين إنسانة وبرنامج مختلق ولا أبو ريو كركر شاتي كهرن إسلام كي بسوي علينا دين الإسلام كهل الراديو إن الحكم إلا لله وشاتق الحرين هوستنا محا كتير أبي سوين بقبه أبي سوين كينا يدون عنين قار فربضان بابا بآية نما يهرق منينا تردارا كي وحويان مرحلة أذك بالمر يا روح مسلم كان أباهي هاي تلابضا وقاضا يو ينو بغل قور كفير صد هدات كفير صد ويدو لا تلومن إلا نفسك هل قضبت كبت بادي سام بإذن الله تبارك وتعالى علمك الشرعي قبرت علمنا نكون حبنا هذا دردارك يقول قد ما ينتهى والأركيسان وحلمي دتكنا الأركيسان وويل يرو جاهلو صوما ويل يرو نوري لبات انشرع وحدنا أقوان شرعي عن الله صومينا صوما التاريخ ممكن نكالي أقوان شرعي عن الله نوري لبات انشرع وخبرات مالي وهي أرق نمان مالي أقوان شرعي عن مالي كلية الزراعة وكبح يبحوها وحبرنا يقولي بمال أنتوا صن كذا دم وكبرت نين كاسا فكر كتكفير كي هجرة ده نين كبلوريجي بسليجي أركب عن كاس ولله بارد كود أريه ما وحاس واحد دين لقى دين كره وحاس دين لقى واحد دين كره هلوجو هنا خطرنا هيسجليننا جهل جاء وشيء وجوه الرئي السبب تقوى يا حماس كوضع الصعدة لجوية النوع على كلا ساس دراده وحبرتا ودين تبرتا وفريستا وأقوني يشا وأصوشي أولابتا وكتابك يا قرآنك يا صحابة يا سلفك يا فهم كودي أولابتا هل كاس ويبد بادد وماشي كتشرته علم ماذا نكون هذا حتى هذا الأقوان لهين علم ماذا أمضوا إليه ذا هاي اللجوية قانو الله كعفسك يا أقوان تلجوية قانو كوا كبك حقي مرينا وادبت بادي حتى هذا الأقوان تهذي لهين نيكا أقوان تلقابسو ابن القيم عليه رحمة الله واكو كو قبا قبيو ضدك سدح مكدي انتنا لذين كوزو قبا قبيني سدح مكدي وحو يلي نوانين ان دلهو ان ديه سكو صحو نوانين آن ان دلهين لكن اوش الله هاي نوانين آن ان دلهين لكن اسكاها قبسنين نينك عندها له عنده سكوس صعدة وعالم كدين تيقانوا نينك أن عندها لهين إن دول كأ أوش الله هينا ونينك أن أقون تلهين لكن نين عالم أدب الصعدة لا والله زوي بدبادي نينك أن إن دول كأ إسكه جب سنة إسكه قصبنا ينا وجاهل كأسو تدونه ينو تشيت كإسكمره مد أفراده كدرم بشرة يوية ومد انطلع ومد سيدي سوكلا وشو قلبت هداد انطلع انت هاي لكن عددوك اسكاها قبل سنة يسو تحدر كاقات قادة سوما ورواد انطلع اسلالي بعد ديه موقت هذا اسكو ترشل لكن هداد انطلع هذا هو مد عدوك وكلا وشو قلبت سحسو هادار وكاتور ما يتحدر كي راح دوال ضمين sidaas daraadeed dadkan aqoon la'aanta dadka iska daba dhigtay waa in dhool uu in dhool hagaayo waana afarta xaaladooda ugu xun warkii gabagabadiisu waxa weeye allah ay la suuqo
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.